والله هو مشروع البصارة العالية المقدسة بدأنا نفكر بيه من بعد البابا فرانسيس في البابا الكاثوليك في الفاتيكان أقر دشن رحلة الإخوة المسيحيين الكاثوليك لزيارة الحج إلى مصر، فنسقنا ما بين تم التنسيق بين وزارة بيننا مصلحة سكة العملة والكنيسة المصرية متمثلة في قداسة البابا شنودة البابا آسف البابا طوادرس ووزارة الآثار ووزارة السياحة، وجبنا الرسومات اللي أقرتها وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الآثار 12 موقع أو 12 مكان زارتهم رحلة العائلة المقدسة في مصر لأقره، وراجعناهم مع الكنيسة المصرية متمثلة في الدكتور إسحاق جبان مراجعتهم من الناحية التاريخية المادة العلمية. احنا هنعمل كتالوجات لمجموعة التشغيلات دي، هم عبارة عن 12 قرص ل 12 قرص ب 12 موقع زارتهم رحلة العائلة المقدسة في مصر بجاري التنسيق مع الدكتور إسحاق جبان في معهد البحوث القبطية تابع الكنيسة المصرية. المادة العلمية مراجعتها، لأن احنا أي حاجة مادة علمية بنوثقها من خلال بالنسبة للإخوة المسيحيين من خلال الكنيسة المصرية. ده بالإضافة للتشغيلات المعدنية، تشغيلات غير العملة اللي تمت صدق زروها لرحلة حياة السيد المسيح عليه السلام من بداية من البشارة حتى القيامة، اللي هي متمثلة في المولد والخروج من فلسطين والهروب إلى مصر، ال 12 مرحلة اللي انت حضرتك يمكن جيتي قبل كده وشفتيهم، واحنا هنجيبهم لحضراتكم دلوقتي تشوفوهم. 12 تشغيلة اللي تموا قبل كده، فدول 12 تشغيلة تانية، بس الأولانيين كانوا مثلوا حياة المسيح عليه السلام، ال 12 التانيين الجداد اللي احنا شغالين فيهم رحلة العائلة المقدسة من الهروب من فلسطين إلى مصر. العملات دي أساسا احنا عندنا إدارة مبيعات هنا، وهيتم تنسيق ما بين إدارة المبيعات في مصلحة سكة العملة وبين الكنيسة المصرية، ونسقنا غالبا مع الدكتور أسحق أجبان. والبركة فيكم جريدة وطني لو تعرفوا الكنائس الكاثوليكية المارون، جميع الكنائس اللي في مصر، أنا أعتقد في مصر الجديدة في المارون وفي البازل. الإخوة المسيحيين إحنا مستعدين، لو في معارض عندكم في أي كنيسة أو أي احتفالية في أي كنيسة مستعدين نشارك بيها من خلال إدارة المبيعات في مصلحة سكنهم. التطوير عندنا احنا بدأنا من حاجات كتيرة. التطوير هتلاقي خطوط الإنتاج، انت ممكن شفتوا مصلحة سكة العملة، المصلحة فيها خمس مصانع، المصانع أو خمس خطوط إنتاج، كل خط إنتاج هيشهد مرحلة من مراحل التطوير. يعني خط إنتاج الأولاني شغالين فيه الخطوط السكة العملة المعدنية، خط إنتاج اللوحات المعدنية بتاع السيارات، خط إنتاج ختم الشعار الجمهورية، وبدأنا فيه برضه شغلنا فيه في الحتة بتاع ان الكارتج الحبار نفسها بدل ما بتيجي مستورد بنعتمد على المنتج المحلي في جميع خطوط الانتاج عندنا. عندنا خط انتاج تاني مش عارف قلنا عليه حضرتك، العلب القطيفة نفسها ما كانش موجود قبل كده، ده خط تم انشاؤه. احنا كنا لما بيجي العميل عندنا بيطلب اي عملة تذكارية او اي ميدالية بنشتري له علبة من السوق المحلي، احنا دلوقتي بنعمل ريسايكل للصناديق الخشب اللي كنا فيها العمله، بنستخدمها في تصنيع العلب القطيفه في سبيل ان العميل يجي كل حاجه ياخدها من ايده زد من عندنا، ومنتج محلي وريسايكل. احنا في دماغنا نتعشى ان تكون جريده وطني لها السبق في انها تجيب لنا اماكن قبطيه ثانيه. انا سمعت من الاستاذ ناصر ان في اربع اماكن ثانيين بالنسبه لرحله العائله المقدسه هيضافوا للمسار. هنراجع مع الكنيسه المصريه اذا حبت الكنيسه المصريه تضيفها نضيفهم عندنا، ما عندناش يعني احنا نسيج واحد، شعب واحد، وطن واحد، بلد واحد. يكفي ان احنا نعرف مصر ان هي بلد الامن والامان، يكفي ان سيدنا المسيح عليه السلام وستنا مريم اما جم من ظلم الرومان في فلسطين لجؤوا الى مصر، وطول عمر مصر هدانها بلد الامن والامان. وعندنا ايه في القران بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. فيعني وسيدنا المسيح عليه السلام قال مبارك من شعب مصر، فاحنا بنكمل بقى.